الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. البداية من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات أمم آسيا، حيث قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف أمام تركمانستان إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين. افتتاح مباريات المجموعة جاء صاخبا بمباراة حسمها الكمبيوتر الياباني بهدفي أوساكو وإصابة ريتسو دوان. اليابان سعيت إلى لقبها الخامس وجدت نفسها أمام خصم صعب الميراث في مشاركتها الثانية بعد 2004. يذكر أن مباراة عمان وأوزبكستان في المجموعة نفسها انتهت منذ قليل بخسارة المنتخب العماني بهدفين لهدف، لتتصدر اليابان المجموعة مع 3 نقاط، تليها أوزبكستان ثانية، فتركمانستان وعمان في المركزين الثالث والرابع كما نرى في ترتيب المجموعة السادسة. يتطلع اللبنانيون إلى تحقيق أول فوز قاري عندما يواجه منتخب رجال الأرز نظيره القطري ضمن المجموعة الخامسة. يبحث اللبناني أيضا عن أول انتصار في تاريخه على العنبي بعد 12 مواجهة جمعتهما، حيث فازت قطر في 9 منها وتعادلا في 3. مدرب لبنان ميودراغ رادولوفيتش أكد قدرة فريقه على أحداث المفاجأة وأعرب عن إيمانه بقدرات عناصره. بدوره أشار القائد حسن معتوق إلى أن اللاعبين وصلوا إلى الإمارات لإثبات الذات. عارفين مباراة قطر هي الأولى، مباراة حتكون صعبة كتير، وعين طبعا مجموعة صعبة، الكل بيعرف هذا الشيء. منتخب لبنان بيتميز بالروح اللي عنده، باللاعبين المهاريين، بالانسجام اللي عمله الكابتن من 3 سنين لهلأ. نحن ضلينا 16 مباراة ما خسرنا، فالمجموعة منسجمة مع بعض إلى فترة، فأكيد مش جايين للتسلية، جايين نثبت أنفسنا. بدوره يأمل المنتخب القطري مواصلة فترته الزاهية بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ويعد العنبي البطولة الحالية محطة أساسية لفريقه الشاب في الاستعدادات للمونديال المقبل على أرضه. ويرى سانشيز أن لقاء لبنان بمثابة المفتاح الأساسي لبلوغ الدور الثاني، وخلال فترة الاستعدادات حقق القطريون نتائج مميزة أبرزها الفوز على سويسرا والأردن وقرغستان والتعادل مع أيسلندا. أكيد طموحنا، أكيد دائما طموح أي لاعب لازم يكون الفوز في أي مباراة أو حتى الوصول لأي بطولة أو لأي كاس. أعتقد التفكير الحين لازم يكون علينا بخطوة بخطوة. أول مباراة عندنا مع لبنان هي اللي ماخذة كل تفكيرنا في الوقت الحالي، وأكيد الهدف الأقرب اللي أقدر أقول لك إياه هو اللي تأهل من المجموعات. للحديث عن مباراة قطر ولبنان التي تبدأ بعد قليل، معنا عبر الهاتف من العين الإماراتية رئيس القسم الرياضي في الميادين سليم معواضة. مساء الخير سليم. مساء الخير أمان، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا بك سليم. لو سمحت، يعني هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك، أجواء الجماهير، أجواء المنتخبين، التحضيرات، وبرأي الجمهور المتواجد من سيفوز في هذه المباراة، وبرأيكم أكيد يعني بعد قراءة المنتخبين على الأرض؟ يعني أماني قبل ربع ساعة بالتحديد بالثمانية والثمان لانطلاق المباراة، التحضيرات الأخيرة اللوجستية تجري، ولكن الغريب، الأمر المفاجئ الذي صدم الجميع هو حضور الجماهير الخجول في المباراة. كانت التوقعات تشير إلى أن عددا كبيرا من الجماهير، ما لا يقل عن 9000 متفرج لبناني، سيحضروا إلى المباراة. بالطبع هناك صعوبة بحضور الجمهور القطري للأسباب التي نعرفها جميعنا. نعم، أسباب سياسية. بالنسبة للجمهور اللبناني، يعني قبل ربع ساعة لا يتجاوز عدد المشاهدين اللبنانيين 1000 مشجع، لا بل أقل من هذا الرقم. سليم، هل تحدثتم مع بعض المتواجدين في الملعب؟ لماذا قالوا لكم لم يأتي جمهور بعد؟ أماني، لم يكن هناك أي توقع بأن يحضر هذا الكم الضئيل من المشجعين، لأن المنظمين وأعضاء الجالية اللبنانية كانوا يشيرون إلى أنهم قاموا بتوزيع وبيع حوالي 9000 بطاقة. فالغريب، لم يكن يتوقع أحد أن يكون الحضور بهذا الحجم الضئيل. بالطبع بعض الجمهور الحاضر متحمس جداً، متفائل، ينتظر نتيجة جيدة من منتخبه، وطبعا الأمال تبقى بعيدة عن الواقع. لكن الغريب أيضا والأمر الذي صدم بعض المشجعين الحاضرين هي بعض الأسماء في التشكيلة اللبنانية، لأن الجمهور اللبناني كان يتوقع من مدرب المنتخب ميودراغ رادولوفيتش أن يجري العديد من التغييرات الجديدة وأن يلعب بتشكيلة
فيها القليل من الطابع الهجومي. ولكن بعد الاطلاع على التشكيلة نجد أن هناك 5 مدافعين. في المقابل التشكيلة القطرية بكامل نجومها على أرض الملعب. دعيني أشير إلى نقطة واحدة أمامي قبل أن نختم، هي أن المدرب ميودراج رادروفيتش كان حريصا قبل المباراة على إبعاد لاعبيه عن الضغوطات والقول لهم أن المباراة هذه هامة جدا ولكنها ليست نهاية العالم، لأنه هناك مباراتين مقبلتين للمنتخب. نتمنى التوفيق أكيد للمنتخب القطري واللبناني بالتأهل إلى الدور المقبل. شكرا جزيلا لك سليم عوض رئيس القسم الرياضي في قناة الميادين، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من العين الإماراتية. تحدي كبير أمام مصر بعد منحها شرف استضافة نهائيات أمم أفريقيا الصيف المقبل. انسحاب الكاميرون من الاستضافة أخلى الساحة أمام عروس النيل بعد نيل ثقة دول القارة أمام نظيري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. باكتساح حسمت مصر مصير استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما فازت ب16 صوتا على جنوب أفريقيا التي نالت صوتا واحدا. بفرحة واسعة استقبل المصريون نبأ استضافة البطولة المفضلة لديهم. الجمهور المصري الذي حرم لسنوات طويلة حضور المباريات وصف الفوز بأنه عودة إلى روح الكرة المصرية، إلا أن ثمة تحديات تواجه مصر قبيل انطلاق البطولة. ده شيء جميل لمصر، واحنا الحمد لله البلد امنه وتقدر تستضيف مثل هذه البطولات واكثر من كده. ده يعني شيء كويس للبلد، ويبقى في استقرار في البلد والجمهور يرجع المدرجات والكره ترجع لطبيعتها السليمه. لعل الامن هو التحدي الابرز امام مصر بعد استضافتها البطوله، ولا سيما بعد احداث العنف التي شهدتها الملاعب في السنوات الماضيه، بجانب الهجمات الإرهابية التي كان آخرها في ديسمبر كانون الأول الماضي ضد عدد من السياح. إلا أن الخبراء يرون أن مصر قادرة على تنظيم البطولة وإنجاحها برغم كل التحديات. أحد الأسباب اللي تم يعني ما فيش ثقة في جنوب أفريقيا ليه، أنهم عندهم 57 جريمة قتل يوميا. فاحنا ما عندنا الحمد لله ما عندناش الكلام ده خالص، ما بيحصلش عندنا. احنا عندنا حوادث فرديه اكيد زي اي دوله في العالم، ما فيش يعني الكامل لوحده، ما فيش حد كامل. ولكن انا شايف ان شاء الله يبقى في خطه امنيه جيده عشان تامين البطوله وتامين الوفود وتامين كل الفرق ان شاء الله. وكانت مصر التي حددت 8 ملاعب مجهزه لتنظيم العرس الافريقي قد استضافت البطوله القاريه الاهم على مستوى المنتخبات 4 مرات، اخرها كانت عام 2006، ما يعني ان استضافه العام الحالي ستكون 5. وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية. بحسب مراقبين فإن لاستضافة مصر البطولة الأفريقية مكاسب مثمرة، فالبطولة تفك الحظر عن الملاعب وتساهم في عودة الجماهير وتنعش الاقتصاد والسياحة، فضلا عن تجديد العهد مع اللقب الأفريقي بعد 9 سنوات من الغياب. خالد أبو عروة، القاهرة، الميادين. المصري محمد صلاح أضحى 4 لاعب يحرز جائزة أفضل لاعب أفريقي لعامين متتاليين. نجم ليفربول الإنجليزي اختير لنيل الجائزة القارية خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي كاف الذي أقيم في العاصمة السنغالية داكار. وتسلم صلاح الجائزة من الرئيس الليبري جورج ويا، وتفوق الفرعون على زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال. موريتانيا نالت لقب أفضل منتخب للرجال، وحازت الجنوب أفريقية كريستينا غاتلانا جائزة أفضل لاعبة في القارة، وكانت للمغرب حصة الأسد من الجوائز. لاعب ريال مدريد السابق أشرف حكيمي نال جائزة أفضل لاعب واعد، وحصد مدرب أسود الأطلس الفرنسي إيرفي رونار جائزة أفضل مدرب، واختير رئيس الاتحاد فوزي لقجع كأفضل رئيس اتحاد، بل رئيس اتحاد وطني. إذن في الأخبار الدولية، أفضلية غير مريحة حققها توتنهام على تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. الهدف اليتيم حمل توقيع هاري كين من ركلة جزاء. مهاجم سبيرز بات أول لاعب في تاريخ توتنهام يسجل 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم متتالية. وبرغم انتصار فريق المدرب بوكيتينو، كان البلوز الأفضل على مدار شوطي اللقاء، ويقام الإياب على ملعب ستانفورد بريدج في 24 من الشهر الحالي. وفي كأس رابطة الفرنسية، ليون يودع المسابقة من ربع النهائي بسقوطه أمام ضيفي ستراسبورغ بهدف لاثنين. لودوفيك أجورك ولامين كوني سجلا هدفي الفريق الفائز، فيما أحرز بيرتران تراوري هدف ليون الوحيد. وواصل ستراسبورغ حصد ضحاياه في هذه المسابقة بعدما أخرج مارسيليا من بلفي الدور السابق بركلة الترجيح.
أنجز بايرن ميونخ أولى صفقته لهذا العام وضم الدولي الفرنسي بنجامين بافار من شتوتغارت بدءا من الصيف المقبل ولخمس سنوات. شرع النادي البافاري بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في تجديد دماء الفريق، ولم يكشف البايرن قيمة صفقة الظهير الأيمن الشاب إلا أن الصحف الألمانية قدرتها بنحو 35 مليون يورو. وفي سياق متصل توصل اف سي هوليوود إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي بشأن انتقال كالوم هاتسون أودوي في صفقة مماثلة ماديا. في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين استعاد جولدن ستيت ووريرز توازنه بفوز عريض على نيويورك نيكس بفارق 27 نقطة بتسجيله 43 نقطة. فرض كلاي تومسون نفسه نجما للمباراة كما ساهم زميله كيفن ديورانت ب 24 نقطة وستيفن كوري ب 14 نقطة وبمثلها تمريرات حاسمة، وحافظ حامل اللقب على المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزا مقابل 14 خسارة. إلى ملاعب الكرة الصفراء، ودعت رومانية سيمونا هاليب دورة سيدني الأسترالية على نحو مبكر بعدما أقصتها صاحبة الأرض أشلي بارتي من الدور الثاني، ولم تتكلل عودة المصنفة أولى عالميا بالنجاح بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة إذ خسرت اللقاء بمجموعتين بواقع 6-4 في كليهما. وفي منافسات الرجال استفاد الأسترالي جون ميلمن من عملي الأرض والجمهور ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على المجري مارتونز فوكسوفيتش، وحسم ميلمن المباراة التي استغرقت 79 دقيقة بمجموعتين نظيفتين، ويلتقي ميلمن مع الفرنسي جيل سيمون الفائز على الأمريكي سام كيري. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للميادين دوت نت والميادين بالإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.